العسكري على نشيد الجيش. كلمات الشاعر فاروق جويدة والحان الموسيقار كمال الطويل. سمى على القلب وجه الوطن لقيلا وهيلا وشعبا اصيلا. سمى على القلب وجه الوطن لقيلا وهيلا وشعبا اصيلا. وكنت في ايام الطفولة الزمن ليبقى شباب في جيلا فجيلا. في سياق متصل صدق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع على إعلان القبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2016، وقرر وزير الدفاع إعفاء أشقاء شهداء الجيش. فأنت بتروح بتبقى متخرج من الكلية، أول عقبة في حلمك أنك تبقى أي شيء في الدنيا، تبقى مهندس، تبقى دكتور، تبقى صنايعي، تبقى أي حاجة تانية، أنك لازم تقضي فترة التجنيد دي، وبالتالي هي فترة إجبارية، شيء لا تتطوع ليه ولا تحبه، بس انت بتعدي منه عشان تقدر تكمل حياتك. انتم معنا لتكونوا شهداء، شهداء عيان على ما وصلت اليه قواتكم المسلحه من استعداد قتالي عالي المستوى تفخرون به كقوه داعمه ورادعه لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقرار شعب. أنا شخصيا من الناس القليلين اللي كانوا مبسوطين جدا إن هم هيروح الجيش. أنا كنت متصور إن فترة الجيش بالنسبة لي دورة تدريبية في العلوم العسكرية وفي مهارات القتالية فكنت متصور إن فترة التجنيد دي لابد إن كل المصريين يتجندوا، أو لابد إن كل المصريين ياخدوا الدورة التدريبية دي، الدورة العسكرية. انت لما تخش كشف طب دي بتقابل دكاتره، بس لازم من وقت للتاني تفتكر ان دول دكاتره ضباط، وبان هم دكاتره ضباط فانت مش المفروض تتوقع ان ده دكتور بيمارس حاجه انسانيه، لا. فبالتالي بيتقال لك اخلع، فانت تقوم خالع. خالع يعني ما بتبقاش غير بالاندروير، بالملابس الداخليه. بتمر على كذا عياده، منها عياده النظر او العيون، وبعدين العظام، وبعدين الجلديه، وبعدين البطنه. كان في ناس بتدعي المرض كتير، واحد يخش مش عارف لابس نظاره وهو نظره 6/6 اصلا. شفت حالات كتير قدامي ممكن بيتمارض، وشفت حالات تانية قدامي هو صاحب مرض فعلا وبياخدوه. تاني حاجه بقى انا يعني مش عارف اقول لك ايه بقى، لا مؤاخذه يعني في حاجه يقول لك وطي يعني كلام غريب يعني. يعني عايز يعرف انت راجل ولا مش راجل، تقلع كل حاجه عشان يشوف اذا كنت سوي جنسيا ولا حد مثلي مثلا او كده، وده بيتم عن طريق المعاينه المباشره. يعني هو بيشوف بنفسه انت كده ولا لا. فالدكتور اللي قاعد ده تقريبا بيشوف مثلا في اليوم 500 بني ادم. انا مش فاكر ان انا اعرف. لا 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 لا، بس كان بسرعة يعني، كان بيبص من بعيد وكان لابس بلطو طبيب يعني، فالمفروض ان طبيب فمش لا. بس والحمد لله يعني نجحت في الكشف الطبي، وبعد كده بقى قالوا لي كمان يومين تيجي تسمع سلاحك والارجة بتاعتك. وفي الاخر طلع ظابط قاعد يتكلم كتير عن مميزات الجيش، وانتوا هتلاقوا اكل كويس وهتلاقوا اقامه كويسه وهتلاقوا، وفي الاخر قال لنا مرحبا بكم في القوات المسلحه. مرحبا بك في القوات المسلحه. اهلا بكم في القوات المسلحه. اهم حاجه انك انت تبقى كفاءتك في اعلى درجتها. لو ده تحقق وكانت المحصلة في القوات المسلحة بالكامل ان احنا بقى مستوى التدريب عندنا، مستوى الإجادة عندنا،
مستوى الرماية عندنا، مستوى الفهم عندنا بقى عالي جدا جدا. محصلة ده كله، محصلة ده كله هتجيب النتيجة اللي احنا عايزينها. مركز تدريب المفروض المهمة المنوطة به الأساسية انه لو انت في سلاح إشارة يعلمك مثلا اللاسلكي، يعلمك الحاجات دي. لو انت في سلاح مدرعات يعلمك ازاي تركب المدرعة، تفاصيلها عاملة ازاي، تدوك دروس عملية ونظرية. وفي شيء بيبقى معمم طول الوقت وهي فقرة ضرب النار. ده نظريا الموضوع، عملية ما يبقاش في اي حاجة من ده. تعلمنا ضرب النار ساعتها، كل واحد فينا ضرب 3 طلقات. بس ساعتها ما كانش في حوار تنشيل، كان يجي السول راح جاي وقاعد جنبك حاطط هو الخزنة، عشان انت اول مرة لسه انت بتدوس 3 طلقات مرة واحدة من غير ما تنشل. كان اللي يجينا ما يجيبهاش. في فترة تجنيد كلها رحت ميدان الرماية حوالي 3 مرات، رميت مرة 7 طلقات ومرة 10 ومرة كان 3 طلقات. مفيش تعليم ان انت تضرب رماية، يعني هو بيشرح لك نظريا و... وعدد كبير جدا طبعا صعب السيطرة عليه، وصعب ان هو يشرح لكل عسكري بالظبط ويحاول معاه مرة واثنين وثلاثة. مفيش الكلام ده. لا مش بتعلم ده، هما عندك جاي امر تحرك بانك انت تروح تضرب نار، فهو لازم يسلم فوارغ في قيادة الجيش. فكان المهم عنده مش المهم ان انت تضرب نار، المهم عنده انه يحصل على فوارغ. ويا ويلك لو انت ضربت 10 طلقات ورجعت بتسع فوارغ بس. اهم حاجة في النشان والتدريب الفوارغ. هو مش هيسألني عن العيال نشنهم ولا جابهم ولا ضبط، ما فيش. هو الضابط هيسألني فين الفوارغ. مرة كنا بندرب العيال على النشان وبعدين لقيت حوالي 20 فوارغ ناقصين. قعدت العيال يقعدوا يدوروا عليهم ساعتين لغاية ما جابوهم. أصلا اللي هتحاسب على الكلام ده كله، أهم حاجة الفوارغ اللي ضايعة تيجي. بس الرماية ما كانتش زي ما فاهمة الناس، يعني ان انت تضرب وانت واقف، تضرب وانت واخد جنب، لا وانت راقد بس خوفا على سلامتك. البندقية لها رد فعل، ورد فعل ده صعب. فهو راقد لما بيضرب نار بيبقى جسمه مؤهل ويتحمل رد الفعل ده، لكن صعب يضرب هو واقف، وصعب يقف ويضرب وهو بيتحرك. هو بقى ما يضربش على الحاجات دي، يعني من الاخر مش مؤهل انه يضرب في حرب، هو مؤهل انه يضرب في ميدان الجماعي. Simply a picture of myself here with a number of Egyptian soldiers and officers at a demonstration in which the Egyptians are showing us some of their equipment and how they use it. I spent 2.5 years in Egypt where I was in the Office of Military Cooperation and spent a lot of time with the Egyptian Army out in the field. And other than that, I spent 18 years teaching at the John F. Kennedy Special Warfare Center, where I was the seminar director of Middle East Studies. So in my experience and in my study, when you look at an army, it isn't just the idea of how they use their weapons, but it's the idea of the culture behind it. Culture determines everything. المفروض انت بتقعد 45 يوم في المركز التدريب وتنزل اجازه 10 ايام عشان تروح بعد كده للوحده بتاعتك. احنا قعدنا 2.5 شهر بدون اي اجازات عشان نعمل العرض ده يوميا، نطلع تتدرب على مشيه عسكريه معينه عشان المشيه دي هتمشيها قدام يوميا. العساكر في اول 45 يوم او الضباط في كليه الضباط الاحتياط اهم حاجه بيتعلموها الخطر المعتاد علشان يعرفوا يمشوا في العرض العسكري كويس. بالخطوة المعتادة في هيئة الاستعراض، 20 خطوة مسافة بين المجموعات، الدوران للخارج، للخارج. هو بس من الآخر احنا في كلية ضباط الاحتياط بيبقى مدير الكلية والقائمين على الكلية هو هدفهم كله ان هم بيجهزونا عشان حفلة التخرج اللي بيحضرها الوزير واللي بوسائل الإعلام بتصورها. يعني احنا ال6 شهور بتاع الكليه منهم 4 شهور مثلا احنا بنتدرب على حفله التخرج، الخطوه المعتاده، كتف سلاح جنب سلاح، العروض العسكريه اللي احنا بنعملها، الشكل اللي نكتب بيه مثلا، نكتب مصر، نكتب
لو نكتب باجسادنا اي حاجه في ارض الطابور، بعض الزملاء من الصاعقه بيجوا يختاروا بعض زمايلنا اللي هم مثلا كانوا بيلعبوا جيم مثلا او اللي هم اجسامهم تكون مناسبه، وبداوا يدربوهم برنامج تدريبي خاص بيهم للعروض دي بس عشان يعملوا بقى ان هم ينطوا في النار او ان هم ففي الاخر ده كله بيطلع شكل جمالي جدا للي هيكون قاعد في المنصه، بيسمع خبطه ارض واحده، بيسمع رفعه ايد واحده، بيسمع كلمه واحده في الرد. فبدي يعني ده بالنسبه كشكل جمالي حلو جدا كشكل جمالي، انما كانت يعني كفرد مقاتل الكلام ده كله مش مستفاد بيه في حاجه. انا حارب بالعرض، هعمل بالعرض هاجي في الفاصل الحرب، انا هجمع زميلي اكتب لهم اسم مصر يعني باجسادنا، ولا اقعد جنب سلاح وكده من سلاح. You know, they call it slide for life. They hook up on a wire and they climb up a high tower and then they go down. The soldiers jumping through fire pits, et cetera, et cetera. They do all those things. And they do it for VIPs, for visitors. And it looks good. But the soldiers really have been trained just to do that. It doesn't indicate the level of their training. All right, so it gives a false impression of their training. Well, we do it too. The Americans do it too. But the Egyptians are much better at it. عشت لمصر قائدا وزعيما وباعثا لنهضتها الحديثة. كانت في ناس بقى عشرناهم، كانت ناس جدعان قوي ساعتها. اللي ترحل بقى مننا واللي راح مكان غير مكان، وكلنا كنا زعلانين ان احنا يعني زي ما قالك ايه اتجمعوا اغراب فرقونا احباب. جنود كتير متجمعين والحيره ماليه وشهم، شكلهم مترحلين مندوب بين ده اسمهم. قلت البس واروح معاهم وابقى واحد منهم، شفت صول وردة واقفة وشاوش بيندى شاوش بيندى انتبه. انت اول ما بتقف على البوابة بتاع التعب يطلع لك عسكري الامن ومبصص في الوشوش كده يقول لك وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويبقى هو بيبص لك وعارف كل اللي هيحصل لك ويقول لك يا ابني انت اللي جابك هنا، انت امك داعية عليك، على العموم بص انت عشان تبقى ماشي حالك يعني الشتيمه ما بتلزقش وضرب الحكومه مش عيب. خلونا نقلع سكني ده هو اللي واقفين بالشورت واحنا واقفين ورا بعض يقول لك سقف على ظهر زميلك. احنا دخلنا الكتيبه فقالوا هتتدربوا الضابط عادل واستلمونا على الورق والكلام ده كله، ودخلنا اتدربنا على الضابط عادل واخدين انتباه، لقينا الضابط عادل ده طالع من الاوضه بخرزانه وبالبوكسه وكله يوقد بزعيق بقى، كله يزحف ويترش علينا ميه ويترمى علينا تراب واحنا بنزحف ليه ما نعرفش. دي اسمها التشريفه بقى، التشريفه لازم هم يعرفوك يعني انت وضعك ايه، انت اساسك ايه، انت مالكش اي لازمه اصلا. لا احنا لما دخلنا هم حببونا في المكان، استبونا ان احنا رجاله ونتعامل مع رجاله وانتوا رجاله و... طبيعي ان هيبقى في من الناس منكم وعقلها صغير، بس احنا هنعمل له هو راجل ونخليكم كلكم رجاله. تصحى 5 الصبح طابور نظافه، انك انت بتلم الزباله اللي في الوحده بتاعتك، تشيل ورق الشجر من تحت الشجر. كما يتواجد مع فرد الخدمه كيس قماش لجمع القمامه، يقوم الفرد بتجميع القمامه واوراق الشجر داخله. وفي الاماكن اللي ارض الطابور فيها رمليه بتعمل حاجه اسمها ان انت بتزحف ارض الطابور، بتزحفها يعني بتساوي الرمل. انت بعد طابور النظافه بيبقى في حاجه اسمها طابور اللياقه، المفروض ان انت بتجري فيه تعمل شويه تمارين سويدي. انا اقر واعترف طابور اللياقه احسن حاجه موجوده في الجيش. طبعا بتتوزع شغل، وطبعا الشغل ده بيكون الشغل عارف انت شغل اللي هو العمال النظافه اليومي. ثم يقوم الفرد بدعك الحوائط والحنفيات والصبانات بسلك ألمونيوم والأرضيات بفرشة البلاط، ويتم دعك عين الحمام بالفرشة الدوار. ناس تمسح، ناس تكنس، ناس تنظف الحمامات، ناس تنظف حوالين آسف الطرنشات والحاجات دي، حاجات شغل اللي هو ملوش علاقة بالعسكرية إطلاقا. كان بيجي برضه الحاجات اللي هي اللامعقوله برضه كانت بتحصل، اللي هي فكره ايه، انت النهارده عندنا قدام باب الكتيبه كوم الطوب ده محتاجين تشيله وتحطه الناحيه دي،
فنقعد نشيل مثلا بالسبع والثمان ساعات ننقل في كوم الطوب من الناحية دي للناحية دي، يجي بكرة شيلوا كوم الطوب ده من هنا رجعوه في نفس المكان تاني. ما نقدرش نقول ان احنا ما بنعملش حاجة في الجيش، لا احنا بنعمل. اليوم مشغول جدا، احنا بنصحى بدري وبننام منهكين الساعة 10 بالليل، وبالتالي اللي نقدر نقوله ان احنا في الجيش بنمارس اللا شيء. صعب قوي نقول لا نمارس شيئا لان ده هيبقى عيب وكذب وحرام، لكن احنا بنمارس اللا شيء بنشاط. يريح العسكري يتعبك، تتعبه يريحك. يعني لو ريحت العسكري هيتعبني، انما لما طلع عينه وعين اللي جابوا اهله هيريحني. وفيه كمان غير كده ان ضباط مثلا او صف ضباط يعرفوا ان انت مثلا صنايعي نجار مثلا، يقوم يدي العسكري الاجازه وياخده يسخروا في بيته. انا في وحدتي كان في عساكر راحوا قائد الوحده دهنوا له الشقه بتاعته. الكتيبه كلها كانت من الساعه تروح الكافتيريا. الكافتيريا دي كانت بتاعه قائد اللواء، عاملها لحسابه، هو فاتح جنب البتاع كده على الطريق كافتيريا، هو بيجيب لها الطلبات والعساكر واقفه شغاله فيها وبيكسب من وراها. وكان برضو بياخد العساكر تزرع حته ارض جنب في الوحده برضو ويطلع يبيع بالخضار. مره رحت مع صف ظابط نحفر اراضي، انا ما حفرتش عندنا في بيتنا، فهروح احفر في الجيش؟ طب انا لو هروح خندق عشان تدريبات ماشي، انما احفر زراعه عشان قائد الوحده يبيع الزرع ويكسب من وراه؟ طب انا مش جاي اشتغل فلاح عندكم يا جماعه. في بعض العساكر السواقين اللي هم بيدخلوا الجيش بيكونوا سواقين، بيكونوا سواقين للضباط في حياتهم المدنيه بعد كده، مش ان هو ياخدني من البيت للوحده او من الوحده للبيت، لا انا من البيت وعايز اروح اشتري حاجه من مول، العسكري اللي يوديني برضو. يعني العسكري ايد عامله، يعني مش كيان انت بتعده نفسيا وذهنيا ان هو يحارب او يتدرب. وبما انه مفيش حرب فالجيش يعني بيمارس اشياء تانية غير الحرب. رجال الهيئه الهندسيه ذراع مصر القويه لتنفيذ المشروعات الاستراتيجيه والتنمويه الكبرى ضمن توجهات قواتنا المسلحه كعنصر داعم للقطاع المدني بفائض من القدرات البشرية والفنية والمادية دون أدنى تأثير على الكفاءة القتالية. يتم افتتاح المشروع بواسطة نقيب مقاتل محمد رمزي محمد. أفندم تمام، أفندم نقيب مقاتل محمد رمزي محمد، إدارة المشروعات الكبرى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على تنفيذ مشروع إنشاء 1056 وحدة سكنية بمحافظة أنا. مشروع المقر الدائم للمجلس القومي للمرأة. تجمع حمات سباحة تدريبي للناشئين بنادي منشئة مصر. الشغالين بقى في القرى دي أو الناس اللي بتبني بمعنى أصح، الناس اللي بتبني هم برضو الهيئة الهندسية ولا إنه دخلنا شركات مدنية زي ما دخلنا في قناة السويس؟ شركات مدنية مصرية خالصة، لا في شركة أجنبية عندنا ولا في القوات المسلحة تشتغل. امتى القوات المسلحه تتدخل او تساعد؟ تقريبا كل قريه معاها تقريبا سريه انشاءات. لما مقاول هحس انه هيقع مني هيتاخر مش هينفذ الخطه الزمنيه بتاعته واروح بدخل معاه السريه دي. زي ما حضرتك شفت كده العماره طالعه من الارض، الجنود زي الوحوش حضرتك شايف. فالجماعه دول من الكتيبه اللي هو افرولت الزرق بالظبط كده، دول الوحيدين اللي اتهم في المشروع ده من الكتيبة الإنشاءات اللي موجودة عندنا. والآن برفقة سيادة اللواء أركان حرب كامل وزير أركان حرب مقاتل زي ما حضرتك بتحب دايما، لأن اللي بتعملوه ده فعلا قتال. حتى شايف جنودنا وولادنا بيساووا بينظفوا قدام البيوت وبيساووا الرمال علشان إن شاء الله يوم الافتتاح يبقى المشروع في أبهى صورة ليه. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ده أحد أجهزة القوات المسلحة، يضم العديد من الشركات والقطاعات اللي بتعمل في كافة المجالات، في مجالات الصناعة، في مجالات الإنتاج الزراعي والإنتاج الداجني والحيواني، أيضا بتعمل في مجال المقاولات والإنشاءات، في مجال التعدين، وفي مجال الخدمات العامة والمتخصصة. جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة اللي هو البنزينة الوطنية وجهاز الخدمات العامة والخدمات البطارية والحاجات دي كلها الموجودة في الجيش واللي بيخدم فيها ضباط وعساكر مجندين، يعني هو خدمته واقف في البنزينة، خدمته واقف على كشك بتاع صافي بتاع المية المعدنية بتاع الجيش، خدمته واقف في جهاز الخدمة العامة بيبيع وبيشتري في أكله ولبس وحاجات زي كده. هي الخدمة كده. أنا حظي جينا زعر
الجيش كله في المزرعه. بص طبيعه تجديد المزرعه انت عامل بس مش باليوميه، يعني مالكش فلوس، شغلك كله ببلاش، تروي الشجر، تشيل الحشيش من الارض، تجمع محصول، شغل عتاله، بتطلع من صباحك ربنا لحد مساها، يعني من اول دور لحد اخر دور. يعتبر انت لو جبت اي عامل عشان يشتغل الشغل ده هياخد مبلغ وقدره، لما تجيب عساكر مش هياخد فلوس. بعدين انت لو هتجيب عامل ايا كان عمرك ما هتعرف تسخره زي العسكري. اي ضابط دخل نوادي قوات مسلحه، اي ضابط بات في فنادق قوات مسلحه او ادارات قوات مسلحه، بيلاقي كل الطاقم اللي موجود ده عساكر، من اول اللي بيشيلك الشنطه لحد الاستقبال او اللي في المطعم الفنادق، كل ده طاقم عساكر. كان مجالي اللي هو الحلويات، كنت انا في الحلويات، اتعلمت ازاي اللي انا اقطع التورته، وتعلمت ازاي مثلا اللي هو الكريم الكراميلي دوت اضربه في المضرب ازاي. ما هو دميري في دميري ده اللي ماسكه عميد. العسكري بياخد 230 جنيه او 235 جنيه، فالقياده بتاعت الجيش دخلت العسكري ده يخدم في المكان ده، واستبدلته بشاب مصري كان ممكن بدل ما يقعد على القهوه يدخل فندق ده يخدم فيه وياخد 2000 جنيه. طب ليه اجيب واحد ب 2000 جنيه طالما ممكن اجيب واحد ب 200 جنيه؟ هو انا دلوقتي بنزين بدل ما اجيب عامل بنزينه هديله 1500 جنيه في الشهر؟ طب ما ينفعش عسكري هيقف، هو اصلا العسكري ده لو بيخدم في وحدته هياخد ال 200 جنيه، ولو هو في البنزينه ياخد نفس ال 200 جنيه. طب ليه اجيب 1500 ما طالما ممكن اجيب العسكري؟ خلوا الجيش لوحده. الجيش قايم بحاله زي الفل ومؤسسه قويه. ليه فندم احنا مش هنراقبه؟ احنا مش مجلس الشعب او مجلس النواب هيو عنده لجنه امن قومي وهتراقب ميزانيه جيش وبتشوف وبتتابع؟ عايز اقول لك بمنتهى الصراحه بقى كده، الصمت ده له معنى او تفكير. الجيش يا استاذ ابراهيم مؤسسه عظيمه قوي بشكل لا يمكن تتصوروه يا مصريين. اول ما رحت الكتيبه طبعا وقفونا طابور، ففي حد قال اي حد عايز يروح مكتب القائد؟ انا يا فندم عايز اروح مكتب القائد يا فندم. طب تعالى عسكري، اشي مسح، اشي غسل، اشي كنيس، اشي اكل، اعمل لي شوربه، اعمل لي شاي، اعمل لي قهوه، يعني بالبلدي كده سيكه، بيقولوها في الجيش سيكه. السيكا ده اللي هو العسكري القريب الصلة من الضابط، هو مسؤول عن خدمة الضابط خدمة مباشرة، يبقى واقف دايما على الباب يخدم اي حاجة هو عاوزها. لو الضابط بيته قريب ممكن يخلص له مشاوير شخصية، ممكن يخلص مشاوير حتى للبيت، يجيب لهم اي حاجة خاصة بالبيت. يعني العسكري السيكا ده دخلنا عليه مرة لانه قاعد بيورنش البيادة بتاعت قائد الكتيبة. تقدر تقول كده ان هو انا ما بوقفش في الطابور اصلا، ما الشمس ولا بتيجي ناحيتي ولا انا باجي ناحيه الشمس، فهو ده اللي كان مصبرني شويه، لكن انا من جوايا ما كنتش عايز ابقى كده اصلا. العسكري السيكا ده زمايله بيبقوا خايفين منه في ايه؟ لان هو في بعض العساكر ما بيبقاش سيكا وبس، بيبقى سيكا وحاجه ثانيه اسمها عصفوره. عصفوره ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيقعد وسط زمايله ويسمعهم بيقولوا ايه وينقل الكلام دوت للظابط. هو الانطباع دوت مش صحيح في معظمه، يعني ده حسب شخصيه الضابط وحسب شخصيه العسكري المراسل، بل بالعكس احيانا العسكري المراسله يخدم العساكر في الكتيبه. عسكري عنده ظروف ممكن يتوسط له عند الضابط، عسكري ممكن يكون هيتقدر ولا حاجه ويروح يكلم الضابط ويعديها له. يعني لو جينا نحسبها، انا مثلا انا كان معايا انا والضابطين معانا 3 بوليس 3 سيكا، وقائد الكتيبه كان معاه 2، وقائد رئيس العمليات كان معاه 2، يبقى كده بتتكلم في 7 عساكر من قوه كتيبه موجودين في خدمه الضباط وقائد الكتيبه ورئيس العمليات. لو هنروح تاني على اللواء بتاعي بس، قائد اللواء كان معاه 6 سيكا. عنده واحد طباخ، عنده واحد حلاق، عنده واحد بينظف، عنده واحد سكرتير،
احسب بقى على مدار السنه كلها بقى وعلى مدار كتاب الجيش كلها الجيش المصري بلواءاته وبفرقه، شوف كم كم سيكه هيطلع لك من عدد الكتاب دي واللواءات. دخل جيش وخرج، انت عملت ايه؟ ده انا عملت الباميه للضابط كذا، انا غزلت هدوم للضابط كذا، رتبت هدوم الضابط كذا. بس هو ده اللي عمله في جيشه. The idea of using enlisted men as personal servants is abhorrent to me. And it detracts from the combat efficiency of the military. Because the soldier feels like, what am I? I'm just a maid, I'm a servant, I'm a, what am I? Why am I in the army? والله يا عبدي الودود يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام كيفك يا عاد صحيح عسى الله تكون مليح وراقب للأمام أمك عتدعي ليك وعتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك دد على أبوك لا يقول منين دبوك ويمسخ الكلام وهي عبد الودود. أنا بقول للشعب المصري إنه كل يوم الشعب المصري بيشوف معانا، وأنا جايب حضراتكم عشان تشوفوا بعينيكم شكل استعداد القوات وشكل استعداد الفرقة اللي بنفتش عليها النهاردة دي عمل ازاي من كفاءة فنية وكفاءة قتالية، كفاءة فنية خاصة بمعدات والأسلحة والمركبات وكفاءة قتالية خاصة بالأفراد طبقا لتخصصاتهم كلهم. لما بيقرب تفتيش على الكتيبة أو تفتيش على اللواء بنحاول بقى إيه إن يقوموا بقى يتدربوا يشوفوا بقى السلاح بيتدرب عليه ازاي، الزخرة بيتدرب عليها ازاي، فبيبقى في حركة شوية قبل التفتيش. في حاجة في الجيش اسمها اللقطة، ازاي تاخد اللقطة؟ يعني مثلا انت مش مهم قوي تكون معداتك دي سليمة وشغالة، بس المهم ان هي بقى شكلها من بعيد واقفة كويس مدهونة. يعني مثلا احنا كنا بندهن المعدات مثلا في السنة يجي 20 مرة. يعني مثلا كان عندنا قائد واحدة مجتهد شوية، فعشان يقنع اللجنة اللي هي بتبقى جاية من وزارة الدفاع دي ان الوحدة لطيفة، ففي حوالي 500 متر اسفلت ما بين بوابه الوحده وبين مبنى قياده الوحده، فقرر ان هو يدهن الاسفلت، فجاب العساكر بتاع الوحده وقعدنا مثلا حوالي 48 ساعه بندهن الاسفلت. شهد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي البيان العملي لصور نيران المدفعيه بالذخيره الحيه الذي نفذته وحدات مدفعيه القوات المسلحه، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. يمكن العسكري اللي يمر بمشروع حرب بيستفاد كتير من جيشه كناحية قتالية، بياخد تمرين قتالي عالي، لكن اللي ما بيدخلش مشروع حرب ما بياخدش التدريب القتالي، هو أقصى حاجة اللي هو تدريب الرماية. تعرف العسكري اللي بيعمل الحاجة دي بيقعد كم شهر عشان يطلع المشهد ده؟ بيقعد 3-4 شهور موجود في مكان صحراء يذلوا انفاس اهله عشان ياخد الخمس دقايق دول قدام المشير او قدام وزير الدفاع او قدام القائد اللي هيجي يشوف مشروع الحرب. هي فكره اللقطه دي، انك تاخد اللقطه. بفضل مولى عز وجل نحن نمتلك مدفعيه قويه دقيقه جدا قادره جدا على تنفيذ مهامها بشكل احترافي عالي جدا. هم بيسموا المعدات اللي احنا بنتدرب عليها دي معدات تدريب. معدات التدريب دي متهالكة تماما يا عم. ده المعدات اللي احنا بنتدرب عليها وبندرب العساكر عليها من ايام حرب 73. انا كنت رامي على الدبابة. الرامي ده اللي هو بيقعد جوه الدبابة ويحدد الهدف ويضرب. الدبابة اللي انا كنت تي 62 اظن انها من ضمن التراث العسكري في روسيا دلوقتي. فانا نشنت على الهدف وضربت الدانة الاولى فجت بعيد عن الهدف بحوالي 200 متر. فضربت نشلت يعني ظبطت النشان جت بعيد عن الهدف في نفس ال 200 متر بالظبط اللي هو انا ضربت الاوانيه في نفس المكان الثانيه. فسكت شويه كده ونزلت حسبت المسافه دي
وخدتها بعيد، يعني بعيد على الهدف، يعني عملت بعيد على الهدف 100 متر جت في الهدف. مدير السلاح كان عندنا زيارة في الوحدة، قمت سألته فراح قايل لي في طبعا أجهزة متطورة، أجهزة متطورة بيشتغل عليها ضباط في أماكن تانية، أسلحة متطورة، آخر صيحة أنت هتسمعش عن صفقات السلاح اللي بتعمل مش عارف إيه، بس أنا هجيب الجهاز المتطور وأطلعه العسكري بيتجند فيبوظه لي؟ طيب لو أنت عندك سلاح متطور بيشتغل عليه ضابط أنت واثق فيه وبياخد مرتب عليه، أنا متجند عشان أقعد على سلاح ما بيعملش حاجة؟ جايبني من بيتي عشان أعمل كده؟ People hoard equipment. The Egyptians would always complain we don't have parts for the American equipment. We don't have parts. But I visited their, they have along the Nile River, they have these huge caverns and where they keep spare parts. And I went in there and it's lined with all kinds of equipment, all kinds of spare parts. They just don't use them. They have this idea that if they use them, that when the time comes, they won't have them. So that hoarding, it was sort of like, if I give away all my stuff, then I don't have any power anymore. إن الكفاءة القتالية هي محصلة تفاعل عنصرين رئيسيين هما الفرد والمعدة. الفرد المؤهل والمدرب تدريبا راقيا على فنون القتال، والمعدة المتطورة الصالحة فنيا والملائمة لقدرات وإمكانيات الفرد ومسرح العمليات وطبيعة المعركة. تاني يوم وقفنا خدمة، رحنا عند التحصينات والناموس زي الجاموس قطعنا الأبرولات، والساعات بتفوت سنين والسكات مش مخلصين، والفطار الساعة 6 في الوسوس متلخبطين. طبعا جنة تلبك معوي واللي هيسأل فينا مين. مفيش وضع مقارنة بين ميس الظباط وميس العساكر. ميس العساكر أكل طبعا يعني فوق السائق للغاية، اللي موجود عاجبك عاجبك مش عاجبك ما تاكلش. ميس الظباط حاجه تانية خالص، مكان نضيف قاعد فيه، اكل نضيف بيتعمل. من ضمن مثلا انتقام العساكر من الظباط ان هم العساكر اللي بيطبخوا في ميس الظباط مثلا هم بيطبخوا المتفين في الاكل مثلا. هم من فتره لفتره يجي يقعد مع قائد مثلا كده بتشتكوا من حاجه رجاله، فكنا بنشتكي بنقول الاكل كميات قليله، الاكل وحش، الاكل مش عارف ايه الاكل. فيقول يا رجاله يعني انتوا دلوقتي في اللواء ده 3000 عسكري، 3000 عسكري لو انا اكلت العسكري بجنيه في اليوم، يعني انا هاكلك في اليوم ب 3000 جنيه، وده لواء واحد، يعني هصرف عليك في الشهر 100000 جنيه، طب احنا في كام لواء في القوات المسلحه؟ وفي كام عسكري في القوات المسلحه؟ طب انت بلدك اقتصادها ضعيف، هناكلك منين؟ بيقول لنا كده. معرفش بقى انت واخدني ليه اصلا. هل ده معمول يعني عن عمد ان هم يخلوا العسكري متعود ان هو ما ينافش من اي اكل او ما يقرفش من اي اكل؟ ما اعرفش. لو عايز تعودني على ان انا اكل اي حاجه هتاكلني لاي حاجه دي في وقت التدريب بنفسيه معينه، بنفسيه المحارب مش بنفسيه السجين اللي انت بتاكله اي اكل عشان ما يقدرش يعترض. وبعدين لو هو هياكل اي اكل، لو المفروض العسكري ياكل اي اكل، طب ليه الضابط ما بياكلش اي اكل؟ هم دول مش هيطلعوا المعركه سوا يعني؟ There has to be a division between officers and enlisted. Otherwise, there's problems. You tend to lose respect for officers who were just, you know, sitting next to you. But the food should be the same. That doesn't happen in the Egyptian army. طلبنا حاجة اسمها طلبة. طلبة دوت يعني مطلوب لخدمة. فطلب مجموعة من العساكر من الكتيبة ان هم يطلعوا طلبة. الصف ضابط او الشويش بيقول للضابط اللي طالبنا، ضابط من كتيبة تانية مش من الكتيبة بتاعتنا، بقول له بس يا فندم الساعة دي ساعة الغداء، فممكن يتغدوا وبعد كده يروحوا؟ قال له لا، يجوا دلوقتي. نفاجأ ان احنا رايحين ننظف المبيت بتاع الضباط، والضباط لان دي ساعة الغداء هم قاعدين يتغدوا، فاحنا واقفين قدامهم وطبعا قاعدين في الميز بتاعهم حاجة كده محترمة يعني 5 نجوم، واحنا واقفين بره جعانين ومستنيين ان احنا ننظف لهم الزبالة بتاعتهم. ففي ضابط واقف بره ما كانش بياكل،
لمح ان العساكر واقفين كلهم وبيبصوا على الضباط وهم بياكلوا. لقيناه بيقول لنا ايه مش عارف للشمال دور، فعملنا كلنا للشمال دور بحيث ان احنا نبقى واقفين ايه ظهرنا للميز او المطعم اللي قاعد بياكلوا فيه الضباط، عشان ما نبصش على الضباط وهم قاعدين بياكلوا واحنا جابونا ننظف للضباط وما كلناش. فطبعا كان موقف انا اللي جابني ووقفني الوقفه ديت، يعني شعرت باهانه ما حسيتش بيها في حياتي كلها. يعني هو الجيش مبني على ضباط حربيه وضباط احتياط وصف ضباط والعساكر. الضابط ما بيتعاملش مباشرة مع عسكري، لازم يكون عن طريق صف ضابط. صف ضابط أو الصول ده بيبقى واحد معاه مثلاً إعدادية بيتطوع في الجيش. في كلمة كده في الجيش بتسمعها كتير، لما تيجي تقول له والله أنا كنت بفكر، يقولك بتفكر سلامة عقلك من التفكير. الكلمة دي منتشرة بين الصف ضباط، ضباط الصف اللي هم المدربين، ضابط الصف المعلم. هو ده أكتر فئة حاسة إن هي مظلومة في الجيش، لأنه لا هو ضابط له وضعه ومكانته واحترامه والناس بتحترمه، ولا هو عسكري بيقضي سنة ويمشي. هو حاسس انه بيتبهدل من كل الاطراف، الضابط بيهزقه ويحرجه قدام العساكر، والعسكري بيتجرأ ويرد عليه لو هو غلط معاه. ضباط الصف المعلمين هم الركيزة الاساسية لتطوير الاداء في الوحدات والتشكيلات، وشعارهم طبعا قعدتي كلها في الجيش، مش هبقى طبعا زي الضابط ولا، وطبعا ده ظلم، بس اعمل ايه بقى يعني، اكل العيش. وانا ما اللي شغل مره طلع عينه يعني، مع اني والله كنت شاطر في المدرسه وكنت بكتب، بس ما تعرفش القرفه بقى من المدرسه خلتني اسيبها بقى، ويلا ده نصيب يعني، انما ده اكل العيش بقى نعمل ايه. The non-commissioned officer is really the bridge. He provides the glue which holds together a unit. If you do not have that professional non-commissioned officer corps, it doesn't matter how good the officers are. In many cases, that unit is not going to perform very well. العلاقة دايما ما بين العساكر وصف الضباط علاقة سيئة جدا. صف الضباط بيعاملوا العساكر معاملة مش حلوة خالص، ويقدروهم ويبهدلوهم. لا 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 والله مش تعذيب ولا حاجة يعني. كنا بنقدرهم لما بتقوم في دماغنا. أنا جيت على العساكر مرة أنا افتكر. أيوة مرة 2 بالليل. كنا في عز البرد. العساكر وقفت في أرض الطابور، قلت لهم كله يقلع سكين، كله قلع طبعا، كله يقلع هدومه في عز البرد، انت عارف يعني حاجة صعبة. كل واحد نام على بطنه ده بالأمر، وجبت جركن مية كبيتوا عليهم وخليتهم يلفوا أرض الطابور كلها. في صف ضباط بيبقوا تقدر تقول ان انت مؤهل عالي مثلا، بيبقى شايل منك وعايز يعمل لك اي حاجة يكسر عينك بمعنى صح، يعني ضرب على القفا ماشي، شلاليط ماشي، لازم يمشي على العجين ما يلخبطوش. وبالذات بقى العيال اللي هم بتوع الكليات اللي هم جايين متنكين دول علينا، ومفكرين نفسهم يعني محدش زيهم، مع ان نصهم بيشتغل سكات ونصهم شغال في المكاتب، مش بتوع جيش دول يا باشا. Often you did have an NCO with very mediocre educational level who was in charge of college-educated soldiers was not a good situation. كان عندنا صول دايما يقول ايه، اوعى تكون فاكر ان انت اذكى مني لان انا اذكى منك، من غير اي سبب، ما حدش تنطط عليه، ما حدش حاول يثبت له ان هو اذكى منك، لكن هو عايز يقول الجمله دي بتريحك. انت الجيش شغال بحاجه اسمها الاقدميه، اي حد اقدم منك هو له حق يامرك. الأدمية ليها حاجة من اتنين، أدمية بالوقت أو أدمية بالرتبة. كله خاف من كله، العسكري يخاف من الصف الضابط ومن الضابط، والصف الضابط يخاف من الضابط. الجيش مبني على الخوف. السلسلة دي بقى بتنتهي بمين؟ اللي ما يقدرش يهزق اللي تحته لأن ما فيش تحته، بتنتهي بالعسكري اللي هو قابل لكل أنواع الكبت والضغط اللي متعرضة له السلسلة دي، إن هو يمتصها وما يديهاش لحد. العسكري ده زي السوستة، طول ما انت ضغط عليها اكتر انت متحكم فيها، لو شلت ايدك النط في وشك. العسكري مثلا في سنه كده ان هو ما يعرفش يعني يمشي محترم قوي لما يقدر يعني،
بس التجديد مراحل، ممكن اقصاها ان انت تحرم العسكري من الاجازه، او ان هو يتحول لمحاكمه عسكريه، او ان هو في الاخر انت ممكن تقدره في الطابور تنزله سته استعد. سته استعد ده اللي هو وضع الضغط، ينامك على بطنك، يسحبك تسحب على بطنك مثلا لمده مثلا نص ساعه. في حاجه اسمها الشوايه، ان انت تقعد تتقلب في الشمس على الاسفلت، تاخد الارض الطابور كلها رايح جاي شوايه. يعني المشقه لا تعني ابدا المهانه. يعني انت دلوقتي لما تمشيني مثلا 20 كيلو دي مشقه تصنع منك راجل، لكن لما وانا ماشي في ال 20 كيلو دول تعبت فتقوم ضربه على قفاه مثلا، فتقوم شتم بمه مثلا، ماشي. يعني انت بتعتبر ده انه بيعمل راجل، بس في الاخر هو انت كسرته. نفذ وبعدين اتظلم. يعني لو انت شايف انه انت مظلوم نفذ وبعدين اطلب انك تشتكي للمستوى الاعلى. يعني هو لو امرك مثلا بنفذ وبعد كده تظلم، يعني هو مثلا شفت مكنه حلاقه مرميه في الحمامات وقال لك احلق دقنك حالا بيها، تاخدها وتحلق بيها وبعد كده تتظلم. لو انت رحت اشتكيت مثلا في التحريات العسكريه او في وزاره الدفاع او في الكلام ده وهو ما ردش عليك، تخيل مصيرك هيبقى عامل ازاي. في قاعدتين في الجيش، ممنوع الشتيمه العاديه، ينفع بس ان اشتمك شتيمه ميري، وممنوع الضرب. الشتايم الميري معروفه بالوحده اللي هي يا نمره يا تحفه يا زباله يا مقطف، لكن ما ينفعش حد يقول لك يا ابن الكذا. تخش جوه شويه في الجيش وتغوط شويه تكتشف ان انت ممكن تشتم عادي، وما ينفعش تزعل. العسكري المستجد ده باشا لو ما تشتمش وما سمعش الكلام ده لازم يسمع امك وابوك وعيلتك، لازم عشان يتظبط. فانا اتشتمت في الجيش بامي، انا عمري في حياتي ما شتمت امي الا في الجيش، واحد قال لي يا ابن الكذا كلمه وجعتني، فبصيت له قال لي ايه مش عاجبك يا ابن الكذا، شتيمه تانية بامي. كان شتمتين ورا بعض، كان عميد وانا كنت عسكري، وانا كنت عارف يعني ايه عميد وعسكري. شفت قدامي بعنية لما يكون في واقف مقدم وعميد، العميد بيوجه كلامه للعقيد يقوله للمقدم، لانه ما ينفعش ينزل لمستوى المقدم، ما بالك بالعسكري. العسكري مش ضابط، وبالتالي اللواء بالنسبه للعسكري زي بالظبط الديناصور بالنسبه للنمله. الديناصور لو داس على الفيل هيفعصه، والفيل لو داس على الغزاله هيفعصها، النمله بره الليله دي خالص. اكيد الغابه طول ما هم ماشيين بيدوسوا على النمل عادي. العقيد اللي هو رئيس اركان اللواء قعدنا قدامه كده على الارض، فكان بيقول يا رجاله لما اشتمك ما تزعلش. اقول لك ليه ما تزعلش؟ لسبب بسيط جدا، ان انا دلوقتي قدامي خيارين لما اتنرفذ منك، ان انا ابوظ لك الدوسيه بتاعك واديك جزه، او ان انا اطلع الغضب ده في شتيمه واشتمك. فانا عايزك في اللحظه اللي انت بتخش فيها الوحده تخلع كرامتك على باب الوحده. تخش جوه في الجيش عادي بتكتشف ان انت ممكن تاخد بالشلوت، تاخد بالقلم، تاخد بالقفة من ضابط برتبه مقدم او طالع، ولو راجل اشتكي. انت مش فاهم يعني ايه سلطه مطلقه، مش فاهم يعني ايه وحده في الصحراء واحد مالك زمام 30 واحد في ايده يعمل فيهم اللي هو عايزه، مفيش حدود. في برضه ضابط كده خد عسكري كده وربطه في رجله كده وخلى العساكر يشدوه. اهانه يعني. سمعنا زعيق كبير جدا في عنبر الضباط، اجمع للمركز يا ابني، مركز الوحده بتاعتنا، جمعنا المركز سكن، تشكيل مفتوح في ارض الطابور. ليه بقى؟ الاهلي اتغلب في كاس مصر، رئيس العمليه كان اهلاوي، اهلاوي جدا. احنا بعد كده اتكدرنا عشان الاهلي اتعادل، فيعني قشطه، يعني احنا كنا بنتكدر عشان الاهلي. اكتر اسلوب تكدير بيبقى ماسكه الضابط في ايده او صف ضابط ان هو يحرم العسكري من الاجازه، دي بتبقى من اكتر انواع التكدير اللي ممكن تدمر نفسيه العسكري. في عساكر كانت بتنزل بتقعد بالثلاث شهور ما تنزلش الاجازه، فكان بيعمل حركه غريبه جدا، ان هو يقوم جاي رابط رجله رباط جامد جدا جدا بنسميه في الطب تورنيكيه، رباط يحبس الدم، يربطه على ركبته وينام، فيصحى من النوم مش حاسس برجله دي اصلا، يقوم جاي في رجله اللي مش حاسس بيها خالص دي، يقوم جايب قالب طوب كاسر بيه قصبة رجله. اما يعمل كده يفك التورنيكيه، فالدم يتدفق لرجله، ألم غير طبيعي، خلاص رجله اتكسرت، ما تقدرش تمنعه انه ياخد اجازه شهر ونص. فلك ان تتخيل ايه مستوى الحياه والحاله النفسيه جوه الكتيبه. في عساكر هربت، نزلوا اجازات وما رجعوش. عسكري هرب،
غير ابن الجيش عشان خاطر الضابط علقه من رجله. في العسكرية ده مش من الجيش، من الجيش تاني. في مجال كده الناس بتبقى جاية بيه انه الجيش ده اسوأ شيء في الدنيا، بس لازم تعديه عشان تكمل بقية حياتك. طبعا في ناس بتكلمه تكملش بقية حياتها، ده بينتحر وبيموتوا جوه. كان في عسكري منزلش اجازة ووالدته كانت تعبانة بتموت فعايز ينزل اجازة، فالضابط متعمد ان هو منزلهوش. قال له مش هنزلك يا اخي، انا كيفي كده مش هنزلك. قعد يبوس على راسه، يا باشا وستك يا فندم حقك عليا كده يعني انزل. حب يهرب العسكري يعني يعمل يفبرك ورنك خروج كده عشان يطلع بيه، ما تعرف. راح للضابط تاني، الضابط قال له مش عارف، لو امك ماتت مش هنزلك. فالواد امه ماتت ثاني وهو في الجيش، فالواد من كتر ضرب الضابط بال ضربه في نفس الغرفه بتاعته، في حته دي في جنبه تحت كده. انا افتكر مره كان حد كان بيخدم في الحرس الجمهوري، ومن كتر الاوامر والتجدير ضرب الضابط وضرب صف الضابط وبعدين ضرب نفسه بالنار، يعني انتحر، يعني يعتبر انتحر. انا كنت بطلع على الفاكسات اللي كانت بتيجي بحكم ان انا في العمليات والتنظيم الاداري. اكتر فاكسات شفتها طول فتره تجنيدي هي الفاكسات الخاصه بانتحار احد المجندين. ايه السبب؟ عدم اتباع التعليمات والاوامر المستديمه بضروره التوعيه الدينيه للمجندين. طب حضرتك ده مش السبب بتاع انه انتحر. ليه العسكري انتحر؟ عشان انت ما بتوعيوش دينيا؟ طب ما عادي جدا ان انت بتجيب شيخ كل يوم خميس يقعد يتكلم على ان الانتحار حرام، انتحار حرام، انتحار حرام، وبعدين يخلص الشيخ ويمشي، يجي الضابط يقوم يفشخ في العسكري ويفضل يفشخ فيه ويشتمه ويعمله، فالعسكري يوصل لانه هينتحر. يعني لما تيجي تقول لي ان الانتحار حرام، طب ماشي، واللي انت بتعمله ده مش حرام؟ ناس بتتذل كل الذل ده ويبقى الانتحار بس اللي حرام؟ يعني احنا مثلا كان في اتفاق عام كده انه عد جيشك هو الجيش كسرة نفس. يعني كلمة كسرة نفس دي دايما متداولة. اصعب حاجة في الدنيا حكم النفس على النفس، وارخص حاجة في الجيش هو العسكري. والله انا سألت ضابط، قلت له احنا ليه بنتهان طول الوقت؟ قال لي عشان نعودكم على الظروف الصعبة للأسر. قلت له طيب ما تعلمونا نحارب وبعدين علمونا نتأسر، يعني اللي هو انت ليه بادئها بالعكس؟ يعني طب ما تعودنا ان انا حارب يمكن ما تأسرش وانجح. يعني اليوم اللي كنا خارجين فيه من الجيش اللي هو تاني يوم خلاص انا مش هنرجع تاني الوحده دي، عملنا حفله كبيره جدا وقعدنا نرقص طول اليوم. في الاخر الرقص او الليست الهيص او كده ده الشيء الوحيد اللي يعني اللي بيحسسهم ان هم ليهم صله بالعالم الاخر، يعني ليهم صله بالناس التانيه. هو في الاخر جوه الجيش انت بيبقى حاصل نوع من الصداقه المتينه جدا. احنا ابناء القهر المشترك، يعني احنا لازم نبقى مع بعض لان كلنا مقهورين زي بعض. فترة قضيتها بدون ما اكتسب اي شيء جديد، بل يمكن خسرت فيها ان انا حصل لي مشاكل نفسية كتيرة جدا جدا. انا اتعلمت من الجيش، اتعلمت منه حاجات كتير، شفت نوعيات وانماط من البشر، شفت الكويس والوحش، شفت الكذاب، شفت الناس اللي نفسيتها سيئة جدا، شفت الناس اللي هي عايزة تتحكم في النفس البشرية بأي طريقة. لا انا ماليش دعوة بالحرب خالص، اصلا انا ما اعرفش اي حاجة عن الحرب. انا كبيري كنت ازرع واقلع زي ما بيقولوا، لكن حالة حرب انا ما اعرفش فيها خالص. هتلاقي اكيد في ناس تانية هي مسؤولة عن الحرب بقى، مش انا. لما تقوم الحرب احنا اللي هنموت، وفي ناس تانية هتحارب. مين الناس التانية؟ ما اعرفش هيحاربوا بايه، ما اعرفش. ثقافة منتشرة في وسط الجيش ان ايه، الحرب لما تقوم في جيش تاني هو وظيفته للحرب. انا ولا بعرف اضرب سلاح ولا اتدربت على خطط. انا فاكر البندقية اللي انا كنت بضرب بيها كانت انتاج سنة 54، يعني حاجة اصلا من سنة بقالها 50 سنة اصلا اللي انا اتدربت عليها. حرب ايه؟
استشهد 30 مجندا في هجومين منفصلين استهدفا نقاط للجيش بشمال سيناء. فبعد سقوط 27 شهيد من الجنود في هجوم إرهابي استهدف رتلا للدبابات في منطقة كرم القواديس جنوب العريش، أفاد مراسلنا باستشهاد 3 آخرين على الأقل في هجوم على حاجز أمني بمنطقة. أفاد مراسل سي بي سي باستشهاد ضابط وصف ضابط وثلاثة مجندين بالقوات المسلحة وإصابة 4 مجندين آخرين إثر انفجار عبوة نازفة استهدفت مدرعة بمنطقة الكوزة بالشيخ زويد في شمال. أعلنت القوات المسلحة المصرية استشهاد 12 جنديا من عناصرها وإصابة 6 آخرين في هجوم إرهابي بمحافظة شمال سيناء. وقال المتحدث العسكري إن مجموعة إرهابية مسلحة استشهد ضابط وجندي وأصيب ضابط صف من القوات المسلحة في انفجار عبوة نازفة أثناء تفكيك. استشهاد 5 مجندين وضابط من عناصر الجيش الثاني الميداني العاملة في شمال سيناء. صرحت مصادر أمنية بأن نحو 25 مجندا سقطوا بين شهيد وجريح.